فعل السلطة مر بمرحلتين، يعني المرحلة الأولى كان تعتيم كامل للإعلام، وهي مرحلة بينت بما لا يترك أي مجال للشك وأن هذه المرحلة كانت فاشلة، لأن الإعلام اليوم يصعب محاصرته بشكل كامل وشامل. في المرحلة الثانية وقع نوع من التعديل بالنسبة لموقف السلطة، وأرى وأن تحرك رئيس الدولة وانتقاله إلى زيارة وزيارة التي أداها لسي محمد بوعزيز واستقباله لعائلته، يعني هذه مؤشرات في اتجاه الانفراج. لكن في نفس الوقت لم نشعر من خلال سواء كان خطاب الرئيس وأن هنالك تقييم موضوعي للأسباب العميقة التي أدت انطلاقا من حادث يمكن إنسان يعتبره حادث إلى الأسباب العميقة التي ترتبط لا فقط بالوضع الاجتماعي الذي نبهنا وكم نبهنا من خطورته، لكن كذلك بضرورة الإصلاح السياسي. واليوم ربما أكثر من أي وقت مضى، لأن النجم كيف ما العادة وكيف ما وقع بالنسبة لأزمة الحوض المنجمي التي لم يطوى ملفها نهائيا، وما زالت ناس وراء القضبان، ما زالت ناس خرجوا من وراء القضبان ولم يعودوا إلى عملهم وإلى شغلهم السابق. يعني نجم نعمل بعض مسكنات، ناخذ بعض التدابير والإجراءات المحلية، لكن طالما لم نحاول المعالجة في العمق وتشريك كل الأطراف المعنية ووقف هذا الأسلوب الأمني الذي يدخل الوضع في حلقة مفرغة، يعني عندما يبدأ العنف ما عادش نعرفه شنو مصادره فيما بعد، واللي فعل ثم رد فعل. من ناحية المعارضة ودعوتكم لها للتجمع نحو جبهة، هل ترى ذلك ممكن؟ لا، المعارضة يمكن أن تتوحد بالنسبة لأوضاع مثل التي تمر بها تونس، يعني لأنها متعلقة كما قلت بالضرورة، ضرورة الإصلاح وباحترام الحريات الأساسية، لأن التظاهر في البلدان الديمقراطية هو حق من حقوق التعبير وهو شكل من أشكال التعبير، لابد أن تحميه الدولة، لكن عندما تمنعه بدون شك هذا يفتح المجال إلى تحركات عفوية وتلقائية وغير مؤطرة. واليوم مشكل المشاكل اللي بان بشكل مكشوف، يعني وأن المؤسسات الحزبية والسياسية غير قادرة على تأطير الجمهور وعلى تأطير المواطن التونسي، بما فيها الحزب الحاكم اللي يدعي دائما وأن عنده 1.5 مليون من المنخرطين، وهذا ناتج عن ثقافة الحزب. هل الموضوع هذا في هذه القضايا الأساسية يمكن جمع كلمة المعارضة؟ لكن عندما نتجاوز هذه المرحلة التي يتفق حول أهدافها جل أطراف المعارضة ونتحدث عن تحالفات سياسية، عندها يتغير الأمر، لأن التحالف السياسي يفترض تناغم، يفترض التقاء في لا فقط في الأمور الأساسية لكن في التوجهات السياسية الخاصة، في البرنامج السياسي والاقتصادي، في أسلوب العمل، لأن لا يمكن أن نجمع بين من يدعو إلى مواصلة الانتفاضة والنزول إلى الشارع وبين من ينادي إلى حوار وطني مع السلطة لتجاوز عقبات الوضع. كذلك لابد من عقد أخلاقي بين أطراف المعارضة الذي يسمح باحترام قواعد العمل المشترك. كل هذه الظروف عندما تتوفر، عندها لربما يمكن أن نتحدث بجد عن إمكانية توسيع رقعة التحالفات، لكن هذا كما قلت سابقا لا يمنع، وأننا في وضع مثل الوضع المتأزم اليوم الذي تطرح فيه بالأساس قضية الحريات العامة والفردية، يعني يمكن أن نتفق وأن نجمع صوت المعارضة في نفس الاتجاه.
التقرير ويكيليكس حاليا الذي صدر مؤخرا يغلب الرأي الآخر في المعارضة الذي يقول بعدم إمكانية إصلاح في هذا العهد، وأنتم إلى حد الآن لا تزالون تنادون بالحوار الذي لم يسمع منذ سنوات منكم. أنا في الحقيقة عمري ولا خذيت توجيهات من ويكيليكس، إذا كلام ويكيليكس لا يلزمني، وأنا أناضل من أجل الديمقراطية والحريات منذ قرابة 40 سنة، بحيث مسألة ويكيليكس كل شخص، كل فرد، كل محلل له أن يقول ما يراه هو صالحا، لكن هذا لا يلزم أن يعيشون على ساحة. الجانب الآخر من هذا التقرير، حيث أن السلطة لم تسمع نداءكم بالحوار منذ 20 سنة تقريبا، لكن لأسباب وتنادون بتغيير الموازين. هل ترى بعد أحداث سيدي بوزيد يمكن أن تتغير الموازين نحو إصلاحات جوهرية في الميدان السياسي كما تطالبون، في ميدان إصلاح القضاء، في ميدان حرية الإعلام، في ميدان حرية التعبير، وفي كل ميادين الإصلاح نحو المسار الديمقراطي؟ هذا يتطلب شيئين، يعني عنصرين. العنصر الأول هو أن، وهو أهم في نظري، لأنه يحملنا نحن كمعارضة المسؤولية، هو أن نجمع قوانا، هو أن نتنظم، هو أن نحاول أن نتصل أكثر فأكثر بالمواطن لطرح مشاكله، أن نتنظم حتى نشكل قوة فاعلة. وفي هذا الاتجاه معناتها نضع التحالف من أجل المواطنة والمساواة. لكن نقول في نفس الوقت، يعني عندما تتشكل هذه القوة للضغط على السلطة، لأننا في الوقت الحاضر لا نرى من جهة السلطة إرادة سياسية، ونحن نعتقد أن هذه الإرادة ربما تتوفر عندما تتنظم صفوف المعارضة للضغط في الاتجاه السليم. لكن أرى وأن أفضل سيناريو بالنسبة للانتقال الديمقراطي هو أن نلتقي مع أطراف السلطة اللي يوصلوا من خلال تقييمهم للوضع، وأن الإصلاح بالفعل كما نراه نحن ضرورة وطنية اليوم. يعني نختصر المجهودات، نختصر التضحيات، نختصر الوقت، ونصل إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تفترض القيام بإصلاحات جذرية سياسية، وأكدنا على ذلك المرار العديد، لكن باعتبار وأن هذه الإصلاحات تفتح المجال للخوض في القضايا الوطنية الأخرى، ومنها الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي بينت الأحداث الأخيرة، وأن من جهة السلطة على الأقل، وأن هذه الاختيارات لم تؤدي إلى النتائج المرجوة، وما أرقام البطالة التي لم تتراجع منذ عشريتين، والتي يعني أصبحت لها تركيبة مختلفة باعتبار النسبة الهامة من الشباب في حجم هذه البطالة، وخاصة الشباب الحامل للشهادات. يعني لا بد من مراجعة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للخروج من هذه الأزمة. يعني أنت مع الحوار الوطني بين المعارضة وبين السلطة، ألا يجوز بنا أن نقول أن المعارضة في حاجة أولا إلى أن تلتقي؟ هل أنت إمكانية اللقاء بين المعارضة والمعارضة، سواء معارضة الداخل أو الخارج، يعني أغلى كثير منها موجود في الخارج، وهو يعتبر معناه ممكن يكون له تأثير بطريقة أو بأخرى، هل أنتم مع جنيف دو؟ جنيف دو لم أدعى إليه. لو تمت الدعوة، أو لم، أو لو انطلق، أو لو وقعت مسألة في هذا الإطار، دعوة في هذا الإطار. أنا شخصيا أرى وأن تنظيم المعارضة لابد أن يقع أولا على الأرض، على الأرض الوطن، هذه الفكرة الأولى. ثانيا أعيد وأكرر وأن لا بد أن تكون الأمور واضحة. الفرق بين بالنسبة لي بين إطار للحوار بين كل الأطراف السياسية، وهذا الإطار يجب أن لا يقصي أي طرف من الأطراف، وبين الجانب الثاني
الذي يتعلق بتكوين تحالفات سياسية على الميدان، اتفاق حول برنامج، اتفاق حول مشروع، وهذا بدون شك لا يمكن أن نضع كل الأطراف السياسية في قالب واحد، يعني هذا يظهر لي بديهي، ولا أرى أن تونس تختلف عن غيرها من البلدان حيث التعددية الحقيقية تفرض أن يكون بين طرف وطرف يعني اختلافات قد تكون جزئية لكن قد تكون عميقة وجذرية. كلمة أخيرة دكتور يوجهها حول الأحداث. كلمة أخيرة، أنا نقول هذه التحركات الشعبية التلقائية العفوية السلمية التي هي تعبير عن غضب لكن تعبير كذلك عن لحمة بين الجماهير الشعبية في كل أنحاء التراب التونسي، يعني أرى أن هذه التحركات لابد من أخذها بعين الاعتبار واستخلاص الدرس حتى لا نقع في ما وقعنا فيه بالنسبة لأحداث الحوض المنجمي، ونحاول أن نتجاوز كما نقول شعبيا نعديو العقبة ببعض المسكنات وبعض القرارات والإجراءات المحلية بدون أن نذهب إلى في العمق إلى أصل القضية. وأصل القضية لا شك وأن هنالك خيارات اقتصادية اجتماعية أدت إلى تفاقم هذه الفوارق بين الجهات الساحلية والجهات الداخلية للبلاد، لكن لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار الأصل في كل ذلك والذي أدى إلى التصرف عشوائي من طرف الإدارة، وهي أزمة الثقة بين الدولة بين السلطة والمجتمع والمواطنين، وهذا بدون شك لا يمكن معالجته إلا عندما نقتنع بضرورة الإصلاح السياسي أولا والإصلاح الشامل ثانيا. لكن أحداث حوض منجمي من أحداث سيدي بوزيد من حيث تمددها لا تعتبر نفسها تقريبا، كيف ترى الأمر؟ هي تعبيرها لنفس القضية، وعدم حل مشكلة الحوض المنجمي لا يؤشر إيجابا بالنسبة لمعالجة الأحداث التي وقعت في سيدي بوزيد.